أهلا بكم. من أيام وأول ما أعلن مجلس الوزراء مواعيد الأجازات الرسمية اللي بدأت امبارح الخميس ومستمرة لحد الاثنين اللي جاي، بدأ أصحاب المعاشات يسألوا عن مواعيد صرف المعاشات، وخصوصا في ظل طبعا الأجازات الرسمية الممتدة لحد يوم الاثنين اللي جاي. في هذا الصدد بنقول لهم هذا الخبر العاجل، وهو أن وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ببدء صرف كافة معاشات مايو للعملاء بداية من غدا السبت الموافق الأول من مايو عبر ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الدفع الإلكتروني. طيب، أكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات الدفع الإلكتروني على تخفيض عمولات السحب من الشركة، وده طبعا بمناسبة شهر رمضان والأجازات، وده للتيسير على العملاء، مضيفا أنه تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ الدفع الإلكتروني، فهدف التيسير على العملاء من مستحقي النفقة. طيب، خلينا نقول أنه أشار عشماوي إلى أنه بناء على تكليفات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، تم تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية وطبعا الخدمات المالية لصرف المرتبات والمعاشات المحولة على البنك، مما سيكون له الأثر في تخفيف التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود اللي طبعا بتبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم والمساعدة في تيسير على العملاء وخاصة كبار السن في صرف مستحقاتهم دون عناء أو الوقوف في طوابير كتير، وخصوصا مع فيروس كورونا، وخاصة كمان في ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس اللعين. طيب، خلينا نقول برضو أنه أشار أيضا أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار. يبقى بدءا من غد السبت هيتم صرف معاشات شهر مايو، ومن جانبها قالت هيئة البريد المصري أنه من المقرر أنه يبدأ أو أنه بداية من يوم السبت الموافق 1 مايو هيتم صرف كافة المعاشات اللي حولت على الحسابات البنكية الخاصة بأصحاب المعاشات، حيث يمكنهم الصرف عبر ماكينات الصرف الآلي. كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد أنهت استعداداتها لصرف معاشات شهر مايو بدءا من يوم السبت 1 مايو وفقا لجدول زمني، ويتاح لأصحاب المعاشات فئة 1000 جنيه أو أقل بصرف معاشاتهم أو معاشهم خلال يومي الأحد الموافق 2 مايو ويوم الاثنين 3 مايو، فيما يتاح لأصحاب المعاشات فئة 1000 ل 2000 جنيه أنهم يصرفوا مستحقاتهم يومي 3-4 مايو وال4-5 مايو، وبينما يتاح طبعا لأصحاب المعاشات فئة 2000 ل3000 جنيه صرف معاشاتهم يوم الخميس 6 مايو والسبت 8 مايو، ويتاح لأصحاب المعاشات الفئة اللي بيزيد معاشهم عن 3000 جنيه والأشخاص اللي بيتخلفون عن موعد الصرف الخاص بيهم في الأيام المحددة ليهم زي ما أنا قلت لحضراتكم كده، بيتم صرف معاشهم بدءا من يوم الحد الموافق 9 مايو. أيضا نسقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع الهيئة القومية للبريد لمنع أي تكدس وتزاحم على مكاتب البريد خلال شهر رمضان، على أن تكون عملية الصرف لجميع أصحاب المعاشات وفقا لإجراءات احترازية تحسبا لتفشي فيروس كورونا زي ما قلنا مرة تانية. طيب، دي كانت التفاصيل خاصة بموعد صرف معاشات شهر مايو، ولكن خليني قبل ما انهي مع حضراتكم مرة تانية أقول لكم المواعيد والأيام تحديدا. الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنهت استعداداتها لصرف معاشات شهر مايو واللي هتكون من يوم السبت 1 مايو وفقا لجدول زمني. خليني أقول إن أصحاب المعاشات اللي 1000 جنيه أو أقل هيتم صرف معاشاتهم خلال يوم الحد الموافق 2 مايو والاثنين 3 مايو. هيتاح لأصحاب المعاشات فئة 1000 ل2000 جنيه لصرف مستحقاتهم يوم الثلاث 4 مايو ويوم الأربع كمان 5 مايو، ويتاح لأصحاب المعاشات من فئة 2000 ل3000 جنيه
صرف معاشاتهم يوم الخميس 6 مايو ويوم السبت اللي هيكون 8 مايو. يتاح لأصحاب المعاشات كمان اللي من فئة اللي بتزيد معاشاتهم عن 3000 جنيه إن هم ياخدوا المستحقات بتاعتهم يوم 9 مايو. وكمان يوم 9 مايو أي حد ملحقش ياخد المعاش بتاعه في الأيام اللي قبلها أو تخلف عن الموعد اللي احنا قلناه لحضراتكم برضو يقدر إنه يروح يوم 9 مايو ياخده. دي كانت التفاصيل الخاصة زي ما قلت لحضراتكم بموعد صرف معاشات شهر مايو. شكرا لطيب المتابعة وانتظرونا في تغطيات أخرى مختلفة فقط من تلفزيون يوم السابع. كنت معكم شروق وجدي وشكرا لكم وإلى اللقاء.